أنا معايا على التليفون المهندس شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، وبالتأكيد هنتكلم معاه في مثل هذه الموضوعات، وكمان عايزين نعرف التوصيات الطبية المتعلقة باللجان الأولمبية الدولية والبيان اللي صدر كمان من اللجنة الأولمبية المصرية بالنسبة للمرحلة اللي جاية. باشمهندس شريف، ازاي حضرتك؟ أهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ الله يسلمك، أخبار حضرتك إيه؟ كله كويس؟ كله زي الفل. الكورونا بتسيطر على العالم، تعامل اللجنة الأولمبية المصرية مع هذا الحدث، واكيد في اتصالات مع اللجنه الاولمبيه الدوليه، وتعليق حضرتك على فكره ايقاف عدد من الاحداث الرياضيه اذا كان هناك في تجمعات جماهيريه الفتره الجايه. طيب انا احب اوضح بس الاول ان كان في بيان صحفي اتقال الصبح النهارده على لساني وكان غير صحيح. كان بيقول ان احنا بنوقف النشاط الرياضي في مصر بالكامل، وده ما حصلش خالص اطلاقا الحقيقه. كل ما حدث ان هو زي ما انتم عارفين امبارح مجلس الوزراء طلع بيان يعني ما بيبقاش في تجمعات كبيره، خلاص موجوده تمام، وده حفاظا على الارواح وعلى عدم انتشار العدوى. النهارده الصبح وزاره الشباب والرياضه برئاسه الدكتور اشرف صبحي طلعت بيان بتقول فيه ان يفضل عدم عمل اي حاجات رياضيه فيها تجمعات تجمعات لجماهير خلاص تبقى متكدسه في حتت معينه خلاص عشان برضه انتشار العدوى، وده كان بالتوافق مع اللجنه الاولمبيه المصريه الحقيقه، وفهم الموضوع غلط، ده وقف للنشاط، والحقيقه هو مش وقف للنشاط اطلاقا تمام، لان اساسا في كره القدم والطايره والباسكت اوريدي النشاط بتعمل وبحضور جماهيري قليل، وزي ما انت حضرتك اشرت ان اتحاد الكوره قاعد دلوقتي بدون كمان جماهير عشان يعني يحافظ اكثر على ارواح الناس وعدم انتشار العدوى. بعض الالعاب الفرديه ومنها لعبه الخماسي الحديث اللي انا رئيسها خلاص طلعنا بيان النهارده بتاجيل النشاط المحلي، خلاص احنا كان عندنا بطولات تاجيل النشاط المحلي تاجيل النشاط المحلي تمام الى اشعار اخر، وذلك ايضا بعدم عشان ما يبقاش في تجمعات لناس كتير قوي في الفتره الحاليه، لكن بنشوف برضو تطور الموضوع هيبقى ايه. احنا مش بنلغي النشاط ولا احنا بس فقط بناجل النشاط المحلي بعض الوقت لغايه ما نشوف التطور هيكون ماشي. يعني حضرتك بالنسبه للجزء الدولي تمام، قبل بس الجزء الدولي حضرتك بس الاول في نقطه مهمه جدا، حضرتك بتاكد ان حتى التصريحات اتفهمت غلط او اتنشرت بشكل غير صحيح في فكره ان مفيش حاجه اسمها تجميد للنشاط او الغاء الدوري، لا فكره بس فيما معناها يعني اي حدث رياضي فيه تجمعات جماهيريه مؤجله لحين اشعار اخر. مش في كل وقت يعني بنتكلمش على بنتكلم على كل اتحاد محلي هيشوف هو نشاطه ايه، لو كان مفيش تجمعات تستدعي هذا هيكمل عادي تمام، لو كان في تجمعات كبيره قد تؤثر. فطبعا احنا اهم حاجه بالنسبه لنا هو المواطن المصري خلاص اوكي واللاعبين والحفاظ على سلامتهم تمام، طبيعي جدا. ويمكن اللجنه مهندس هشام حطب كان اصدر تصريح النهارده بعد الخبر ما 12 الصبح الحقيقه غلط، ووضح هذا الامر اكيد. طيب على المستوى الدولي، على المستوى الدولي في احنا طبعا مش احنا اللي بنتحكم في اللي بيحصل في المستوى الدولي، الاتحادات الدوليه يعني على ارتباط وثيق معانا ومع جميع اللجان الاولمبيه على مستوى العالم ومع اللجنه الاولمبيه الدوليه، واللجنه الاولمبيه الدوليه برضو على وفاق تماما خلاص وصله تامه مع ال WHO World Health Organization في هذا الموضوع. فحتى الان مفيش لا تاجيل للاولمبياد ولا الغاء للاولمبياد تمام، عشان الناس برضو كانت بتستكوليت في الموضوع ده كتير الحقيقه تمام، انما المشكله الحاليه اللي موجوده هي الاجراءات الاحترازيه اللي بتاخدها بعض الدول والتي ادت الى تاجيل والغاء بعض المسابقات اللي هي اساسا برضو كان من بعضها مؤهل للاولمبياد اكيد. فدي حاجه مهمه جدا، والاتحادات الدوليه اكتر حاجه في المخاوف بتاعتها ان بيبقى عندك تصفيه مؤهله للاولمبياد، لو دوله خدت مثلا اجراء ان دوله مثلا لو قلنا مثلا الصين ما تخش عندنا مثلا يعني تمام، ما ينفعش، لان في التصفيات الاولمبيه لازم يبقى في حياد تام ما بين جميع الدول وفرص مساويه للجميع للتنافس للوصول الافضل، فبالتالي ما ينفعش يبقى في مسابقه ممنوع بعض الناس من الاشتراك فيها والبعض الاخر مسموح. مظبوط، هو ده اللي عامل اللخبطه شويه دلوقتي في التصفيات المؤهله للدورات الاولمبيه. اكيد، لان في خلص وفي لسه، في استكمل وفي لسه تصفيات ما خلصتش او العاب ثانيه لسه ما تحددش مين الاطراف المتاهله.
طبعا ده كتير، ده كله حضرتك، ده احنا التصفيات تنتهي يوم 30/5 المفروض بالمعدل الطبيعي بتاعها، 1/6 يتم اعلان من الاي او سي مين هم ال 10500 لاعب ولاعيبه اللي هيلعبوا في جميع الالعاب. تمام. هل ده بقى هيتاخر شويه؟ هل كل اتحاد دولي هيعرف هو يخلص تصفياته قبل هذا الميعاد؟ ده هيبان في الـ في الـ في الاسابيع القادمه ان شاء الله. لكن دوره طوكيو حتى هذه اللحظه اللجنه الاولمبيه الدوليه ما فيش اي شيء متعلق بيها. حتى هذه اللحظه ما فيش لا تاجيل ولا الغاء ولا اي حاجه خالص. تمام. طيب هل في تواصل مع اللجنه الاولمبيه الدوليه في مساله التدابير الاحترازيه في التعامل مع الاحداث الفتره الجايه، كمان التنسيق مع وزاره الشباب والرياضه في هذا الشان، ولا المفروض ده قرار بيبقى قرار دول ملوش علاقه باللجنه الاولمبيه الدوليه؟ لا طبعا كل دوله وده هتعمل اجراءات احترازيه لمنع انتشار العدوى عندها، الحقيقه ده قرار دوله. انما التواصل طبعا موجود ما بين اللجنه الاولمبيه المصريه والاتحادات المصريه ووزاره الشباب والرياضه طبعا ووزاره الصحه في هذا في هذه الامور بالكامل. احنا كلنا بنتبع الدوله، كلنا بنمشي على الاجراءات التي تقرها الدوله. يعني لما رئيس الوزراء امبارح طلع قرار ان ما بقاش في تجمعات، وزير الشباب والرياضه اوتوماتيكلي طلع قرار النهارده برضه في الحاجات الرياضيه، واحنا التزمنا بيها جميعا في الالعاب الفرديه الحقيقه. تمام. الالعاب الجماعيه بطبيعتها ما كانش في جماهير اساسا، مفيش جماهير اصلا كده كده. بالظبط بالظبط، ما فيش مشكله مش موجوده اساسا. ده ما احنا مش هنوقف النشاط الرياضي في جمهوريه مصر العربيه حاليا خلاص، لان ما فيش ما يستدعي هذا الحقيقه. اكيد. طيب نقطه اخيره، يوم الخميس يمكن وزير التربيه والتعليم قال ان في تاجيل للمدارس او اجازه المدارس يوم الخميس، هل في احداث رياضيه يوم الخميس اللجنه الاولمبيه المصريه بيبقى ليها علاقه بمتابعه هذا الامر مع الاتحادات؟ اللجنه الاولمبيه المحليه او اللجنه الاولمبيه الوطنيه المصريه ما لهاش دعوه بالاحداث الرياضيه، الاحداث الرياضيه ليها الاتحادات هي المنوطه بيها. الاتحادات المعنيه. تمام. انا هديك مثال، النهارده لسه اتحاد السلاح كان عنده بطوله الجمهوريه للكبار هتقام خميس جمعه سبت، تم تاجيلها لميعاد لم يحدد بعد عشان الظروف الجويه. الاتحاد الخماسي نفس الشيء. تمام. عنده بطوله في اسكندريه والقاهره خميس جمعه سبت. برضه تم تاجيلها للظرفين الحقيقه، يعني ظرف الجو وظرف كمان الاجراءات الاحترازيه بتاعه الاعداد اللي هتكون موجوده في مكان واحد. فدي متروكه لكل اتحاد لوحده يشوف ايه الانسب ليه بالنسبه للقصه دي الحقيقه. يا باشمهندس انا بشكرك بجد على كل هذه المعلومات وكل هذه التفاصيل، لان بالتاكيد المشاهد كان محتاج يسمع من حضرتك ويشوف المرحله الجايه الرياضه المصريه ازاي بتتعامل مع هذا الموضوع الشائك اللي عامل بالتاكيد صدى كبير جدا في كل دول العالم. شكرا جزيلا المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية.